وشوشة. طبعا اكيد بدي اقول لماما ينعاد عليك وقتي الامهات العالم ينعاد عليكم. وانا من بعد ما صرت ام حسيت انه الكلام قليل كثير للاب. ما بقى لاقي كلام بقدر اعبر كيف دعيت فيها امي، لانه بعرف كثير منيح قد الام بتضحي وبتتعب وبتسهر وبتربي وبتفكر كل الوقت. فان شاء الله ما يحرم ولا ام من هذا الشغل ولا امرأة من